بتحيا بتجدد متقوى، فقيرة بتستر حالها والزنجيرة بتزيد في خالها. هي مريضة بس جبت كان في البركة عم تصبغ وتشتغل وهي، بس أنا يعني مثل يعني مشرفة يعني الصبغة أعملي هيك ساوي هيك. بناتي يعني بتعوا تعلموا وتعوا هيك أسناننا بتروح، وعمتي وأمي ماتوا وما خلعوا سن، هلأ هدول قال بيخافوا أسنانهم إيه ما بقى ماتوا الكبارية ما تميت غير أنا. هي الوحيدة اللي بقياني بسوريا بتتقن هاي الحرفة، فنحن كتير كتير عجلت بالموضوع يعني لأنه في عمرها بالثمانين وفوق الثمانين، وهذا الشيء خطر حسيته إنه لازم نحن هاي الحرفة ما تنتهي بحياة الحجة يعني الله يطول بعمرها، بس إنه كان ضروري كتير إنه نجيب متدربات، وأنا كتير كنت سعيدة وتفاجأت بالناس اللي اهتموا بالموضوع.